تشهد المنافذ الحدودية البرية حركة عبور المواطنين المسافرين، وذلك عملا بقرار السماح لهم ولأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن أوقات فتح المنافذ البرية والبحرية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 من منتصف الليل من كل يوم. أهلا ومرحبا بكم. ينضم إلينا من منفذ نويصيب البري مراسل تلفزيون دولة الكويت رائد الشمري. رائد، أهلا ومرحبا بك. رائد، كيف ترصد حركة العبور في المنفذ؟ ولا تنسى أيضا أن تخبرنا ما هي طبيعة الإجراء المتخذ هناك. تفضل تفضل رائد. شكرا لي الزميلة سهى، مساء عليك بالخير ومساء على السادة المشاهدين. بالفعل يعني آخر التحديثات بالنسبة لقرار مجلس الوزراء للمنافذ البرية والبحرية، تعاملت مع إدارة المنافذ بالفعل بكل سلاسة لتسهيل حركة المسافرين بالنسبة للمغادرين وأيضا للقادمين إلى البلاد من خلال المنافذ البرية. تواجدنا في منفذ نويصيب لله الحمد نشاهد السلاسة في التعامل وأكيد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية وأيضا القرارات التي نص عليها مجلس الوزراء بالنسبة لمواجهة أكيد ومكافحة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. العديد من الأمور إن شاء الله ستكون حاضرة من خلال المغادرة في منفذ نويصيب وآخر أيضا القرارات لتعرف عليها أكثر مع ضيفي وضيفك في الجانب الآخر العقيد عبد اللطيف الخراز مساعد مدير إدارة منفذ نويصيب. كواكم الله جهود تبذل أمانة. نوضح للمشاهدين آخر القرارات التي صدرت بالنسبة لمنفذ نويصيب وأكيد ينطبق هذا الحال بالنسبة لمنفذ السالمي أيضا. الله يقويك وأحب أرحب فيك وأرحب في السادة المشاهدين. في البداية تم السماح بمغادرة المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/6/2021 شرط الحصول على جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وشهادة PCR تؤكد خلوهم من الإصابة ولا شيء آخر. جوازات السفر. السفر يكون من خلال جواز السفر. مغادرة في جوازات السفر. العقيد عبد اللطيف الخراز، كونك مساعد مدير إدارة منفذ نويصيب، لله الحمد الكل يثني للأمانة على دوركم وتعاملكم مع المسافرين والمغادرين، يعني يمكن وضحت أمور عديدة، أيضا يمكن تسهيل حركة السفر تتم من خلال المغادرة 24 ساعة، لكن أيضا في الدخول تم توسيع الوقت، أصبح الآن من الساعة 12 ظهرا للساعة 12 مساء، نوضح أيضا طبيعة الدخول من خلال منفذ نويصيب. صحيح، المغادرة على مدار الساعة، أما بالنسبة للدخول في السابق كان الدخول من الساعة 4 مساء لغاية الساعة 10 مساء، حاليا تم تمديد فترة الدخول من الساعة 12 مساء إلى الساعة 12 صباحا. الدخول فقط للمواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى. جميل. ايضا من الاجراءات والاشتراطات التي تحرصون عليها من خلال المنفذ، هناك تواجد ايضا بالنسبه للطاقم الطبي، وايضا نوضح للمشاهدين بالنسبه للمغادره لابد التطعيم، اما الدخول ايضا نوضح اكثر للمشاهدين. بالنسبه للدخول، الدخول فقط يقتصر على المواطن الكويتي وغاربه من الدرجه الاولى، يشترط حصول على فحص PCR لا يتجاوز 72 ساعه يؤكد خلوه من الاصابه بفيروس كورونا، ومن ثم يتم إنهاء إجراءات وزارة الصحة والتوجه إلى كمان الجوازات للسماح لهم بالدخول. العقيد عبد اللطيف الخراز، رسالة توجه اليوم من خلال تواجدنا في منفذ نويصيب. أحب أنوح على الأخوة المسافرين أن يتأكدون من صلاحية جوازات السفر وكذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمنية. الشكر لي العقيد عبد اللطيف الخراز مساعد مدير إدارة منفذ نويصيب، والشكر موصول للجهود التي تبذل في المنافذ البرية وأيضا البحرية وتطبيق آخر قرارات لمجلس الوزراء وتسهيل حركة السفر. مؤكدا ممكن نتحدث الآن في الفترة الأجواء حارة، لكن هناك في حركة خفيفة لحركة السفر الساعات المقبلة تكون فيها الأعداد الكبيرة بالنسبة للقادمين للبلاد أو أيضا المغادرين في تسهيل عملية حركة السفر من خلال المنافذ البرية وتطبيق أكيد الاشتراطات الصحية. نعم زميلتي سادة. نعم، كل الشكر لك رائد الشمري مراسل تلفزيون دولة الكويت من نويصيب، وكل الشكر كذلك الموصول لضيفك الكريم.